حياك الله وعافاك. انا رشاد، لكن رشاد احرم نفسه من الطلعه. نقول هو الخسران. هو الخسران ان رشاد انه هو الخسران يترك الفرصه الطيبه هذه. وكان معنا سياتي الدكتور لطفي الخزاعي ان شاء الله لكي يستمتع بالاجواء الطيبه هذه الخرفان. الموقع ده يسمى كظامة أبو عريضة. كظامة أبو عريضة. أيوة كظامة أبو عريضة. هذا شخص كان معروف على مستوى المنطقة. نعم. وسميت الكظامة باسمه. باسمه. أيوة كان له مزارع أسفل تحت الوادي هذا في مزارع. نعم. له. أبو خالد. نعم. مزارع تحته كان يسوي هنا يحبس الموية على الكظام هذه. ويسحب مويه من هنا سدود صغيره للمزارع. نعم سدود صغيره. نعم. يسوي له زي الفلج وزي كذا للمزارع حقته. عمليه سب. نعم سدود صغيره. نعم. لها سميت كظام هذه باسم كظام ابو عريض. خالد الغدير مليان وترونه ما كذا مس قدامكم لك عند المويه. لا ارجعوا كذا. يا رياض رياض يا خالد مصطفى ما يسمع الموت. يا مصطفى ما يسمع الموت. مش عارف يا رجل.